الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، وأود أن أشكر في هذه المناسبة أخي سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان، وأنوه بما قدمت دولة الإمارات المتحدة الشقيقة من تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنودنا البواصل وزملائهم من بقية دول التحالف. نسأل الله أن يبارك في جهودنا جميعا ويوفقها لما فيه خير لدولنا وشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.